مشاهدينا الكرام، مساءكم سعيد وصحة عيدكم. أتمنى أنكم في أحسن أحوالكم وفوتوا العيد بالصحة والهناء. إخوانكم في فلسطين يواجهون المحتل، لكن هذه المرة الوضع مختلف. نعم، الوضع مختلف. فالفلسطينيين أصبحوا قادرين على الرد بقوة على العدو. لقد أصبحوا باستطاعتهم اختراق ما يسمى بالقبة الحديدية، قبة الخردة التي أرعبت بعض الجبناء، وأصبح الكلام عنها إعلاميا وكأنها حاجز لا يتم اختراقه بأي طريقة كانت. لكن الصواريخ التي يطلقها الفلسطينيون استطاعت ولأول مرة أن تذيق الرعب في الطرف الآخر. إخواني، المعادلة تغيرت، وعلى المطبعين أن يعيدوا حساباتهم لعله بمقدورهم العودة لحضن الأمة من جديد، لأنه الآن دخلت الأسلحة الإيرانية على الخط. نعم، إيران هي من تزود الفلسطينيين بالصواريخ، هي ليست صواريخ روسية ولا كورية الشمالية وليست أمريكية بالطبع، هي صواريخ إيرانية. إيران التي كان الإعلام المأجور يسوق أنها عدوة وأنها تريد الشر للعرب وأنها متفقة مع الأمريكان من أجل استغفال العرب، ثم يظهر لنا من الجهة الأخرى بعض الملتحين أصحاب القمصان وأعواد السواك بفتاويهم بأنها تسعى لتشييع السنة. ها هي إيران الشيعية المجوسية تسلح السنة العرب. نعم، السنة الذين خذلهم إخوانهم السنة وهرولوا متسارعين للتطبيع مع المستعمر المغتصب. العرب الذين خذلهم إخوانهم العرب وهرولوا لحضن الصهاينة. ها هي إيران تقول لكم أنا موجودة وصواريخي تحت تصرفكم، وهذا ليس بجديد، فصواريخ حزب الله اللبناني سبق وأن سقطت في مناسبات عديدة على الأراضي المحتلة، وليس ببعيد إطلاق صاروخ إيراني من الأراضي السورية سقط بالقرب من مفاعل ديمونة الصهيوني. إذا فالقضية ليست طائفية أبدا كما يريد البعض الترويج لها. الحقيقة أن هذا الكيان المغتصب الغاشم والمعتدي على إخواننا لا يفرق بين سني أو شيعي ولا عربي أو تركي أو فارسي أو باكستاني أو أفغاني. هذا المغتصب يريد مد جذوره في غمق أغنى منطقة في العالم، وهدفه ثرواتنا، ولا يسعنا الوقت للكلام في هذا الأمر. إخواني، العالم يتغير ومراكز القوى تتغير أمام أعيننا، كل هذا له تفسير واحد. في بداية الثمانينات لما بدأ المعسكر الشرقي يتصدع، تبعه تصدع أغلب الأنظمة التابعة سياسيا وعسكريا له، بعضها تم تغييره والبعض الآخر تمت إعادة إحيائه مثل الجزائر. سنعود للجزائر فيما بعد. الآن وبعد عودة المعسكر الشرقي بقيادة روسيا والصين، وبالمقابل فشل النظام العالمي الغربي الجديد بقيادة أمريكا الذي أصبح نظام قديم، تبعه عودة وصعود وبروز الأنظمة التابعة لهذا الثنائي الروسي الصيني التابعة لهذا الحلف عسكريا واقتصاديا وسياسيا نوعا ما. قلنا بالمقابل سينهار حلف أمريكا لأنها اقتصاديا بدأت في الانهيار، وهذا ما يفسر قيام دونالد ترامب بطبع تريليونات الدولارات وتوزيعها على المؤسسات. وفي المقابل الصين وحلفائها يحضرون لعملة بديلة عن الدولار الذي كان فيما مضى مفروض عليهم وعلى باقي العالم. وهذا طبعا ليس كلامي أنا، هذا كلام الكثير من المحللين الاقتصاديين والعسكريين. إذا أمريكا تضعف، وبحلول 2030 ستصبح مجرد دويلات متفككة، وسيؤدي هذا إلى انهيار حلفها وكل الأنظمة التابعة لها،
وأوله النظام الصهيوني الإسرائيلي. إذن ضعف أمريكا مقابل تطور حلف الصين وروسيا، مما سيؤدي إلى انفراد هذا الحلف بقيادة العالم في العقود القادمة، إلا إذا تصرفت أمريكا وحلفائها وفرضوا حرب مدمرة تجبر الصين على الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل اقتسام العالم الاقتصادي، لكنها في النهاية مجرد ورقة أخيرة تحاول أمريكا لعبها من أجل توفير بعض الوقت للتفكير في خطة بديلة. يسأل البعض: أين الجزائر من وراء كل هذا؟ الجزائر تأثرت بما جرى طبعا، وحراك 2019 ناتج عن ضعف الجناح الذي تدعمه أمريكا وحلفائها متأثرا بضعفهم. صحيح أن الشعب ثار ضد العهدة الخامسة والوضع الذي كان سائد حينها، لكن لو لم يضعف ذلك الجناح لما استطاع الشعب فرض مطلبه على المؤسسة العسكرية التي تدخلت وأنهت حكم بوتفليقة وحاشيته. وما يجري الآن في الساحة الجزائرية من محاولة إعادة إحياء الحراك ليس سوى محاولة لحفظ مخطط النظام العالمي بنسخته الأمريكية. نحن دولة ليست بالقوية، وشيء طبيعي أن نتأثر بما يدور حولنا، ونجاح الصين وروسيا في فرض النظام الجديد سيؤثر بشكل كبير في اقتصادنا، وهذا طبيعي لأننا حلفاء لهم، حلفاء عسكريون، وشيئا فشيئا سنصبح حلفاء اقتصاديون بعد سقوط أمريكا وتفكك أوروبا طبعا، لأن الصين تركز اهتمامها على إفريقيا كقارة قابلة لتسويق منتجاتها فيها، وليس مثل فرنسا مثلا التي تراها مجرد ثروات باطنية تدعم بها مصانعها للأسف. أما روسيا فقد بدأت بالتحرك فعلا من خلال بسط نفوذها في ليبيا ومالي، وسرعان ما تزحف نحو الصحراء الغربية والسودان وحتى الصومال وباقي الدول الغير مستقرة في القارة الإفريقية. إذا إخواني، فإن الفلسطينيين أظهروا شجاعة كبيرة وثقة بالنفس، لأنهم الآن أصبح باستطاعتهم رد الهجوم، وقد أذاقوا معنى الرعب في نفوس المغتصبين، وستنتصر المقاومة ما دام أن الرجال لا زالوا يدعمونها. إذا إخواني، هذا ما أردت قوله بخصوص القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية ستنتصر بإذن الله ما دام لا يزال هنالك شرفاء يدعمون هذه القضية. نعم سينتصر، نعم سينتصر الشعب الفلسطيني، لأنه شعب مكافح، شعب ثائر، شعب مثابر. نلتقي في فرصة أخرى. إلى ذلكم الحين، إلى اللقاء.